أولت العتبة العباسية المقدسة اهتمامات واسعة شملت مجالات متعددة، من ضمنها رعاية الشباب وشريحة الطلبة في مدارس بلدنا الحبيب، لتنظم هذه المرة ملتقى تربويا تنسيقيا من خلال وحدة النشاطات المدرسية في شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية، يهدف إلى خلق أواصر مشتركة بين العتبة المطهرة ومديريات التربية في جميع المحافظات. تم إقامة هذا الملتقى لعدة أهداف، أهم هذا الهدف هو زيادة التواصل ومد جسور التواصل مع مديريات التربية في العراق والعتبة العباسية من خلال العلاقات العامة ووحدة النشاطات المدرسية، وكذلك هو إعداد منهاج سنوي مع بداية العام الدراسي الجديد وفق المعطيات الموجودة. مثل ما تعرفون هذا الظرف الاستثنائي لنشاطات ذات أثر كبير وذات يعني جهد قليل، وبالتالي تكون تصب في مصلحة الطالب العراقي في تلك المحافظات وفي بالتالي لمجتمعنا الكريم من خلال إعداد نشاطات مبرمجة وضمن أهداف محددة، وهذه النشاطات هي ستنطلق إن شاء الله بعد إعدادها لهذا الملتقى ولهذه الورشة التي تم إعطائها للأساتذة خلال هذا الملتقى. الملتقى ضم أكثر من 25 أستاذا من مديريات النشاط المدرسي في عموم العراق، وشمل محاضرات وورشا تدريبية على يد مجموعة من المدربين التابعين لعتبة المطهرة، لتزيد من إمكانية المتدرب وليتمكن من خلالها خلق جيل واع ومثقف ومواكب لجميع التطورات. حضرنا إلى كربلاء المقدسة، خصوصا إلى العتبة العباسية المقدسة، من أجل التنسيق والتباحث في أمور تخص الرياضة وتخص التلاميذ وتخص كل ما يخص الرياضة وتطوير الرياضة في عراقنا الحبيب، وإن شاء الله تكون هذه الملتقى التنسيقي والتأسيسي هو بادرة خير تتعمم على كل العراق من هذه الأرض الطيبة كربلاء المقدسة، ونتمنى أن تكون هذه الفكرة أن تصل إلى جميع محافظات العراق. دورات مكثفة من أجل خدمة أبنائنا وأولادنا في مدارسنا وفي كل التربيات، حقيقة هذه تجربة فريدة من نوعها من أجل خدمة وطننا وبلدنا وأبنائنا في العراق. جاء الملتقى لتحسين مستوى الأداء في النشاط المدرسي، لا سيما انبثاق مشروع تأسيسي تنسيقي بين العتبة المطهرة ومديريات التربية للمساهمة في الرقي بالعملية التربوية في العراق.